بصوا كده طلع معايا ازاي. اللي هيجي يشوف القلعة هيشوف الميناء قصادها. يا مساء الفل، عاملين ايه النهاردة؟ معانا حلقة جديدة من سلسلة سيتي سكاي لاينز 2. كنا وقفنا المرة اللي فاتت واحنا عايزين نخطط المدينة الجديدة الخاصة بالسياحة. النهاردة برضو عايزين نطور الأماكن السياحية كمان، ونعمل حي جامعي ونحط الجامعات والكليات اللي عندنا. فبلاش أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا. النهاردة عايزين نعمل حاجات كتيرة، بس خليني أول حاجة عايز أعملها. عارفين الشكل اللي أنا عملته المرة اللي فاتت ده مش متماثل مع المدينة، يعني ده جايب انحراف لوحده مش زاوية قايمة مع المدينة، فخليني أشيله وأعدله من أول وجديد. خليني كمان قبل ما ابتدي خليني اوسع المنطقة دي، خليني اخد 3 مربعات دول، او خليني اخد الستة دول، خليني اظبط الارضية وارجع لكم. عارفين خليني ايه اشيل الشارع ده، وخليني اعمل هنا في المنتصف هاي واي، وكمان خليني ايه اشيل سكة القطارات ديت. تمام، خليني اعمل هنا في المنتصف هاي واي، خليني ابتدي فيه وارجع لكم.
بصوا كده طلع معايا ازاي، اخد مني وقت ايه، خليني بس ايه احط شوية شجر هنا. نغير كمان نوع الشجر، نحط شوية شجر هنا برضو. طيب شجر نزود. تمام، خليني بقى اوصله، انا عايز اعمل مربع بس الاول حواليه، بعد كده بوصله. خليني اخد طريق رباعي. تمام، خليني برضو ايه عند نهايات كل مربع من دول وناخد منهم لكل المدينة. ممكن هنا في النص يبقى نعمل دول 4 حدائق. خليني بقى ياخد شارع من ده، خليني بقى الشوارع دي مبقاش ليها لازمة. ابتدت تبان ملامح المدينة. نقسم بقى الجزئية دي. كده احنا عملنا الحدود بتاعت المنطقة ديت ولسه هقسمها، بس انا عايز ايه الجزء ده اخليه بس فقط للسياحة او المكاتب الكبيرة، يعني ده الجزء السياحي بتاعنا. وهنشوف هيطلع معانا ازاي. خليني أقسم المنطقة ديت، طلعت معايا كده مبدئيا. أنا عايز هنا أعمل التمثال ده، بصوا كده التمثال ده عايز يبقى ايه مطل على النهر. فخليني اعمل فكرة كده في دماغي، انا عملت الدائره الكبيره ديت على اساس ان انا ممكن احطه في النص. ثانيه واحده كده، ممكن ينزل معانا هنا.
بس المشكلة غالي. بس خلينا نحطه هنا. خلينا نوصل بس ده الشارع ده. قولي لي ايه رأيكم. بقى مطلع السفن اللي جاية لنا من هنا. طبعا احنا المشكلة المدينة دي لسه ما وصلناش بإيه، بالمدينة التانية، فخلينا نوصلها. ممكن اوصلها عن طريق الطريق ده. بس قولوا لي ايه رأيكم بس ايه تمثال الجزء ده، يبقى جزء سياحي في المدينة. وهنا انا بفكر اعمل 4 حدائق، كل جزء حديقة لوحده. بفكر الجزء ده يبقى الحي الجامعي بتاعنا. انا بفكر احط الجامعة هنا. هل احنا فاتحين اصلا الجامعة؟ لا، هذه الجامعة وادي تكنيكال يونيفرسيتي والميديكال كمان يونيفرسيتي. مش محتاجين اكتر من كده دلوقتي. خلي الجزء ده عندنا هو الجزء التعليمي. خليني بس اشيل ايه البريدج ده. حتى الجزيرة دي انا عايز ارفعها شوية. خلينا ارفع الجزيرة دي شوية. نشوف بس اتفتح عندنا. دي الجامعة. طب خليني اخد طريق بس كده صغير. اعتقد احط الجامعة كده، خلي وشها الهاي واي. اتطورنا بقينا ميلو ستون 11. فتح عندنا 18 قطعة أرض جديدة وخدنا 11 تطوير، خدنا 2,800,000. خليني بس هي أكمل بنا الحي الجامعي بتاعنا. خليني بس أشوف التطويرات بتاعة الجامعة. ده ايه ده؟ دي مكتبة. تمام. طب عارفين يعني بس اكمل الشارع ده. يعني اكمل الشارع ده للاخر واخد شارع للاخرين ونحط برضو ايه الجامعتين التانيين. واو، لا ده موضوعها مختلف. انت عارفين انا مضطر اشيل ديت
بس يا رب يدينا الفلوس تاني وخليهم الاتنين في وش بعض يعني. تمام، احط واحدة هنا بقى، تانية في وشها، دي عملاقة. فتح لنا مصنع للنفط، خليه دلوقتي، بس الشوارع دي لازم تكمل. حلوين جدا، بالذات جامعة التكنولوجيا دي. أنا عايز بس أشوف التطويرات بتاعتها إيه، تطوير داخلي. تمام، كان المبنى اللي بينزل جديد ليها تحفة، بصوا كده. طبعا ده لسه هظبطه يعني، لسه هظبطهم بحيث اني احط لهم شوية حدائق وجناين وكده، برضو محطات للاتوبيسات تيجي والترام، ممكن ترام، ممكن اتوبيسات، ممكن تاكسي. خليني بس اخد لهم خط باص، خليني بس احط ايه مواقفين تاكسي هنا. وكمان اه فين بوس، انا بس عايزكم تقولوا لي ايه رايكم في الهاي واي الانترسكشن ده. خلينا الجزء ده برضو خليه للمصانع. فخلينا نحط شوية مصانع هنا، طبعا عارفين احنا عندنا عجز في القمح والجزر، فاحنا عايزين نشوف منطقة لزراعة القمح والجزر، في هنا وفي هنا، بس انا هنا جنب الداون تاون، اعتقد ان انا هستغل ده. خلينا نفتح شوية مربعات كده، طب انا هاخد المربع ده. خلينا نحط شوية مزارع هنا وارجع لكم.
طلع معايا المزارع كده، اكيد كل المزارع محتاجة ريسورس. اعتقد ان انتاجنا بقى تيجي دي اعتقد يعني. خليني بس اخد شارع كده، خليني برضو دول هيحتاجوا بالتأكيد هيحتاجوا سكان، فخليني أعمل حي هنا سكني. ممكن يبقى في الجزء ده، ترى معايا بالشكل ده. خليني برضو ممكن ناخد ايه حي صغير هنا، نستغل المنطقة الفاضية دي. تمام، ونيجي على كل ده حدده بس الأول. تمام، انا حبيت بس ايه يبقى على قد المربع اللي جوه ده، وخليني احط لهم شويه اشجار. خليني من النوع ده، نحط لهم شويه شجر هنا. تمام، ونشغل ونشوف ايه الدنيا تطلع معانا ايه. ودونا مبنى تالت، مصنع برضه. خليني بس ايه اسيب المباني دي دلوقتي وارجع لها يعني دلوقتي. خليني اخد شارع برضو ترابي برضو. والجزء ده هيبقى للمحلات التجارية. مش عارف شكله عجبكم ولا لأ، برضو عرفوني برضو. بس ده غير تقليدي يعني، أنا بحب الحاجات الغير تقليدية. الجزء ده أنا سايبه هعمل فيه مزرعة فراخ صغيرة برضو، خليني أعملها. الميزة في مزرعة الفراخ مش بتحتاج ريسورس يعني، ما بتحتاجش الأرض الخصبة دي. خلينا نحطها هنا بس. تمام، انت الحتة تيجي عشان تموت. في واحد عندنا ايه توفى، خلينا نضيف مستشفى هنا. طيب الشارع بقى الضغط على الشارع ده غير طبيعي. خلينا نقول لهم ايه، نرفع الضرايب على نقلاتنا في الشارع، نحط لهم شوية جراجات. خلينا نضيف شوية جراجات، نضيف واحد هنا، نضيف ايه اكتر.
أضيف واحد تاني جنبه. كمية الناس النازلة من الترام غير عادية. بس تعالوا ايه، تعالوا اقول لكم، تعالوا نحط لهم ايه، تعالوا نحطهم ممشى. عملت لهم الجسر بتاع المشادة، تعالى اوريكم عملت ايه. عملت حديقة هنا طلعت معايا كده، بس اكتشفت ان انا مسجلتش. حاولت اعمل دايرة هنا واقسم كل نوع فيها نوع شجر مختلف، بس لما يكبر هيظهر عندنا. وحاولت اعمل بقى الممشى على شكل متاهة كده. فخليني انا المفروض اعمل التلات التانيين بنفس النمط، بس يعني لانه عشان اخد مني وقت كتير فخليني ايه هعملهم، بس هيبقوا خلف الكواليس بس مش دلوقتي. ولما اول ما افضى هعملهم على طول. احنا عايزين نتوسع بقى، احنا حطيت شوية بيوت هنا، فخلينا نتوسع هنا برضو. خلينا ممكن نحط شوية حاجات سياحية مثلا زي كده. القلعة ديت انا بفكر كنت احطها على الجزيرة هنا، بس اكتشفت انها كبيرة. مش عارف بقى اوسع الجزيرة نفسها. انا ممكن اوسع الجزيرة نفسها، خليني طيب اوسع الجزيرة نفسها، فخليني اتوسع كده بس. وادي قلعتنا بتبص على ليه، على ميناء. خليني بس اسوي الارضية عشان شكل الارضية مش طبيعي. خليني اسويها بس. انا طلعت معايا كده مش عارف، انا برضو عايز اعرف برضو رأيكم. عارفين ممكن اعمل حاجة تانية برضو، اعمل مثلث يعني. هو ملوش لازمة يعني، بس ايه يبقى دخول وخروج. وهي دي القلعة بتاعتي. انا ممكن الجزيرة دي كلها الغيها واخلي الشوارع ديت زي كده خرسانية، واعتقد انها تكون احلى. خليني اعمل كده، خليني اعمل كده. طلعت معايا كده، ايه رأيكم؟ اعتقد كده احلى، اعتقد كده احلى.
اللي هيجي يشوف القلعة هيشوف الميناء قصادها. هنظبط بس الحتة ديت، ممكن نوصل ده دي، بس اعمل ايه دوار هنا اوصل ده. صراحة شكلها حلو، عايزين برضو نحط لها موقف ايه تاكسي هنا. اعتقد ان انا هتوقف هنا الحلقة ديت، وباذن الله اكمل الحلقة الجاية. احنا عملنا حاجات كتيرة، عملنا الجامعتين دول، جامعة التكنولوجيا والجامعة العادية اللي فيها كل التخصصات، وعملنا القلعة، وعملنا الهاي واي ده، وظبطنا شوية مشاكل في المدينة زي الزحمة وبتاع. عندنا برضه هنا زحمة، بس عشان ده كله جاي يعني ايه مرة واحدة، بس ده هيتحل يعني. الهاي واي ده اصلا انا هكمله على طول، وده هرفعه كجسم يعني انا الهاي واي ده هيكمل كده، هياخد الجزء المنيع ده، وده هيكمل كده، وده هيكمل كده المنطقة دي كلها بس، والشوارع دي هرفعها كاكسور يعني، بس لما يكون عندنا ضغط يعني. نبص كمية العربيات اللي جاية لنا هنا غير عادية. على طول أول ما بحط أي مدينة على طول وفيات ومستشفيات، فخلينا نتوقف هنا، أشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية، سلام.